I called you up, said I need you now, cause I'm losing patience. Before you were knocking on my door, I said love is a two-way road. He don't care no more, am I going crazy? Needed you just to help forget it all. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا النهار هذا الاصدقاء تسنينا حتى دابا الثلج باش غادي نمشيو نخرجوا ان شاء الله. غادي نديو نيت اميره لواحد البلاصه، واحد القاعه ديال الالعاب كتكون ضر كاع الشتا وداكشي ديال نوما على قبل هاد الاجواء بحال هكا كتكون خايبه بحال هكا والبرد والشتا والثلج كداو يلعبوا. كنا باغي نمشيو وعيط لينا هذا جد لويز، مع كانت لويز قالتها لجداها وطلبنا قالنا واش تجيو عندي تهزوني نمشي معاكم باغي نشوف اميره كتلعب. علاش؟ حيت جا الملل مسكين محلو ديال بصح، لهذا قلنا غادي نديو معنا دابا مسكين. والصراحه راه كيف قلت لكم حنا دابا اللي ولينا مقابلينهم بجوجهم بحكم هو مابقاش عنده الطوموبيل. راه قلت لكم البلان علاش، حيت هو مريض وحيدوا ليه البيرمي، الطبيبه حيدات ليه البيرمي على قبل رجليه مسكين هذاك المشكل اللي عنده. وغادي نديو معنا مسكين الصراحه على قبل الملل اللي كيحس بيه هو مسكين الصراحه. كيف كتشوفوا دابا راه الثلج مابقاش بزاف، راه داب هادشي اللي دابا بقى. شاش قررنا دابا نخرجوا ان شاء الله. دابا راه الشتا اللي كتصب دابا حاليا صافي كتصب شويه ماشي بزاف. اجد لويز الاصدقاء ولا كيقول واحد البلانات الاصدقاء، والله الا ولاو كيالموني وحق الله العظيم. هذه تقريبا دابا شي 5 ايام بحال هكاك كان مشى هو ولويز، مشات باش ديه يمشي يتقدى داكشي اللي خاصو ديال السيمانه ديال الماكله وداكشي سوبر مارشي. مشاو كيتقداو، ملي تقداو حتى لويز كانت كتقدى. المهم داكشي اللي خاصنا حنايا في السيمانه مشات غير هي وياه والبنيات. المهم ملي مشاو تقداو المسائل هي شي تقدات حلف عليها قال لها ما غاديش تخلصي، قال لها انا اللي غادي نخلص لك كل شيء. هي تقول ليه لا، هو يقول لها لا. شويه ولا كيقول لها واحد الكلمه اللي الصراحه الماتني انايا، وقال لي حتى انا غادي نقول لكم امتى. ويقول لها انا راه غادي غادي، قال لها على الاقل بغيت نحس براسي راه كندير شي حاجه مزيانه، قال لها راه ما بقاش ليا الوقت بزاف. والله العظيم هذا البلان هذا ملي قالتها لي لويز قلت لها اخر مره تقوليها ليا، وخلاك الله قالها ليا عاوتاني حتى انا كنت مشيت انا ويا الاصدقاء والمدام معانا غادي بالطوموبيل شويه وقفنا باش غادي نمشي ندير ليسانس. الاصدقاء ملي بغيت نمشي ندير ليسانس جبد واحد الكارطه ديالو، هي اصلا كيكون كياخذ عليها واحد النقاط على حساب داك اللي راه عندنا هذا البلان في المغرب الاصدقاء. وجبد لا كارط ديال البنك ديالو كيغوت كيقول لي غادي تشد غادي تخلص، قال لي دير البلان. قلت ليه لا راه هادشي راه اصدقاء راه ماشي ما عندناش ولا شي حاجه، راه كيف قلت لكم راه انا راه قلت هذا في واحد الفيديو ذاك النهار، راه انا وليت كنصرف عليهم الاصدقاء بعض المرات اقسم بالله العظيم. وعادي بحال والدي، راه حتى الاب ديال لويز راه الطوموبيل شريته لي جوج مرات الاصدقاء، ويعني بحال الوالدين حتى هما كبروا فيا. ملي يلاه جيت انا اول مره ما عارف والو على الاصدقاء كبروا بيا بزاف. مشى بقى يحلف عليا يحلف عليا، هو يقول لي ديك الكلمه قال لي دير البلان، قال لي راني غادي غادي، قال لي راه قريب غادي نمشي، قال لي كنحس راه غادي نمشي. عاتي قال لي عاتي راسي دار عليا الاصدقاء وحق الله العظيم. قلت ليه ما تبقاش تقول لي هذه الهضره هذه، ما تبقاش تقول لي درت فيه، حسيت براسي انا درت فيه. وملي جيت نشوف الاصدقاء لقيت راسي واخا درت فيه هذاك الدوره بحال هكاك ويعني نهضت فيه الاصدقاء، يعني هضرت معاه قاصح بزاف ماشي الخاطر لحقاش انا بحال حيت هو كان مسكين شحال عزيز عليا الاصدقاء بزاف، ما بغيتوش يبقى يقول في هذه الهضره هذه. وحنا راه عارفين الاصدقاء راه ما كنعرفوش شكون السابق، راه الله اللي عالم سبحانه وتعالى. ولكن هو كيبقى يقول في هذه الكلمه هذه كيقول خليوني ندير هذا الشيء خليوني، بحال هكا اقسم بالله العظيم. يعني ملي كنت كيحس براسو هو تنرفز، يعني الا بقينا كيقول لي لا لا كيقول لنا خليوني انا راه غادي غادي خليوني ندير هذا الشيء هذا، بحال كي دار ديك القضيه بغى باش اخر يوم يكون انه دار شي حاجه مزيانه ونبقاو يعني نشكروه وداك الشيء. هو راه اصلا ديما مزيان الاصدقاء، والله العظيم انا بعدا قدامي ديما مزيان ديما مزيان. واش عنده شي مشاكل قبال ولا داكشي ما كنتش انا كنعرفهم الله اعلم، ولكن هذا الانسان والله حتى الله يعمر نظر. وحتى نتوما الناس لاحظتوا هذا الشيء واخا هو باقي يعني عمركم تلاقيتوا معاه غير في الفيديوهات، لاحظتوا ان ولد الناس درويش بزاف الاصدقاء الصراحه. هو البلان دابا هو اللي فيه دابا حاليا هو مع المرض الاصدقاء، مريض بزاف مهلوك ودخلوا حتى هذاك الاكتئاب الخوت، هذاك الاكتئاب ديال دابا انا حسيت به كراجل بحالي بحاله. كون كنت في بلاصتو غادي نفكر في هذه القضيه هذه، واخا هو ما قال والو كيحس براسو بحال ما بقى ولا غير زيد، ما بقى حتى حد يقدر يحتاجو يعاونو مثلا، ما كيسوق ما تيش حاجه، ولا هو حاس انه هو محتاج الناس. وهذا الشيء باقي جديد عليه مسكين، داك الشيء علاش دخلوا الاكتئاب. وانا كنحاول نسيف في هذه الامور هذه، كنخرجوا معايا كنمشي ندور انا وياه، وحتى دابا غادي نخرجوا معانا وغادي يشوف البنيات كيلعبوا داك الشيء
مره مره غادي نتناوب انا ولويز، مره تجلس مع لويز، مره انا نجلس معاه وهي مقابله الدريه. والمهم دابا غادي نمشيو عنده ونشوفوه ان شاء الله. جيت الاصدقاء باش نهز جد لويز باش ندو معنا دابا. يلا دابا كيمسك كيلبس، كما عارفين كيف قلت لكم الاعصاب طوموبيل ما عندوش، كنجيو عندو ونخرجوا بحال هكا مره مره. Up, said I need you now, cause I'm losing patience. Before you were knocking on my door, I said love is a two-way road. You don't care no more, am I going crazy? Leave it you to self, forget it all. And now we're teasing, you put the record to me. انا جاي ايش انا جاي لك عندك شوية على بلاش ستة بلاسي لا اشي يلا ستة كويس بلاش على واحد جوج ثلاثة يلا نصيبا الناس ديال الجاليه المغربيه اللي مقيمين في هاد الدول هادو اللي كنبان لكم دابا حاليا على الشاشه، جبت لكم واحد الابليكاسيون اللي زوينه بزاف وهي سيند ويف. هاد الابليكاسيون هادي اولا كتعطيكم واحد الكادو ديال 10 باوند او 10 اورو او 10 دولار على حسب الدوله اللي انت فيها والعمله اللي فيها، من بعد ما كتحط هاد البرومو كود باريك. هاد الابليكاسيون دابا حاليا هي احسن ابليكاسيون اللي فيها الصرف طالع، زائد ما كتخلص عليها تريال، زائد فلوس كتوصل في البلاصه، وطريقه الاستلام كتاخذوها يا من الشعبي كاش يا من الكاش بلس. من بعد ما كتلي شارجي هاد لابليكاسيون هادي كدير ساين اب، من بعد ساين اب كتبان لك هاد الشاشه هادي. باش اول حاجه غادي ديرها باش ابلي على داك البرومو كود باش تاخذ كادو ديال 10 اورو، كتكليك على داك الخانه اللي كتبان لكم من تحت، من بعد كتكليك على برومو كود، والبرومو كود هو باريك كيف كيبان لكم دابا حاليا. من بعد كتابلي على داك الكود هنا كتوصلك 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار. من بعد شحال عندك الحق تصيفط، ولو تقدر تصيفط غير باوند واحد او اورو واحد تصيفطو، زائد ال 10 اورو اللي عطينا لك فابور هي 11 اورو، هنا كتوصل المغرب في البلاصه. وعندك الحق تصيفط 1000 اورو في النهار و 3000 اورو في الشهر،
ومن بعد الى شافوك اكتيف بزاف كيوصلوها لك حتى 10,000 اورو في الشهر. يعني هادو هما الحوايج الزوينين ان فيها الصرف طالع بزاف وكتخلص عليها حتى ريال وكتوصل في البلاصه. وطريقه الارسال الاصدقاء سهله بزاف، كيف كتبان لكم على الشاشه، كتحط المعلومات ديال داك الشخص اللي تصيفط ليه اللي هي الاسم ديالو والكنيه ديالو الحقيقيين، والشخص اللي باغي يصيفط الفلوس كاول مره غادي يصيفطهم غادي يحتاجوا منك كارت اي دي اللي هي اول مره كانك غادي تصيفطها غادي يحتاجوا منك تصورها لهم في الابلكاسيون باش تحطها لهم، من بعد ما كيبقاوش يسولوك عليها. بغيتوا المعلومات ديال هاد الابلكاسيون هادي راه غادي تلقاو الرابط ديالها في الديسكريبسيون، والبرومو كود هو باريك كيف في بالكم باش غادي تاخذوا داك الكادو ديال 10 اورو او 10 باوند او 10 دولار. هذا ما كان، نكملوا الفيديو ديالنا.